بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورحب بكم أجمل ترحيب بهذه الانطلاقات الصباحية المميزة، انطلاقة شوطنا الثالث وهو الرئيسي للثنايا الأبكار العمانيات، ينطلق من مسافة 8 كيلومترات رحلة الكبار ومسارها مع هذه الشعارات الحاضرة التي تريد أن تتوج بنقطة ثمينة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، بهذه الشعارات الكبيرة، بهذه الأصايل المنطلقة في هذا التحدي الكبير. نتابع المنافسة والحضور المميز مع شعارات صالت وجالت في جميع ميادين دول مجلس التعاون الخليجي، حاضرة دائما بالمنافسات المشرفة في هذا العالم الساحر، تتقدم للمشاركة، تتقدم للناموس والانتصار ضمن فعاليات المحلي الخامس بمرحلته الثانية بيومه الثاني. نتواصل بانطلاقة أشواط الكبار، نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة. أول المراكز الوارية لسالم بن سعيد بن مبارك بن نور المري، يتقدم بهذه الانطلاقة والتحديات الوارية بانطلاقتها المميزة على الصدارة وعلى المقدمة. بينما المركز الثاني أتابع الدوحة سعيد بن بطي الزعبي مشاركا بانطلاقة الدوحة على المركز الثاني، المركز الثالث القادم والحاضرة في هذه المنافسات المميزة. تتقدم ند لعلي بن ناصر العيدة، يتواجد بانطلاقته ومشاركته على المركز الثالث بهذه اللحظات. نتابع المركز الرابع القادمة والحاضرة سرابة محمد بن راشد بن محمد النعيمي، يتقدم بهذه اللحظات ولكن من غيرت واحتلت المركز الرابع الهدى بانطلاقة عبد الله بن سعيد بصلعة، يشارك بانطلاقة الهدى على المركز الرابع المركز الخامس. أتابع الأسماء والشعارات الحاضرة المنطلقة في موقع واحد من أجل التحدي والمنافسة المميزة. نتابع المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدي الكرام، متابع الأسماء والشعارات التي بدأت تتدخل هنا في دائرة النداء والإذاعة، تتواجد في موقع واحد من أجل المنافسة. وصلت ملازيم على المركز الخامس، عبد الله بن حزام الزعبي مشاركة بانطلاقة ملازيم على المركز الخامس، تسللت بدورها إلى المركز الرابع وإلى المركز الثالث وعينها على خطف ناموس هذا الشوط. نتابع المركز الخامس، اسم جديد بدأ يتدخل هنا في دائرة النداء والإذاعة، تتقدم الكايدة بشعار حمد بن غنب السلطان لهديفي، يشارك بانطلاقته المميزة، يشارك في هذه المنافسات المميزة بتواجد الكايدة على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمتواجدة في موقع التحدي والمنافسة والمشاركة باندفاعة الأصايل بمشاركة الشعارات الكبيرة الحاضرة دائما في هذه المنافسات المميزة في هذا العالم الساحر وبهذا الموروث الشعبي الكبير الذي الكل يعشق هذا الموروث الشعبي الكبير. الكل حاضر من أجل المنافسة، من أجل التحديات الكبرى على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. 7 مراكز تتنافس في موقع واحد، حاضرة ومتواجدة في شوطنا الرئيسي للعمانيات، تتقدم للمشاركة بانطلاقتها المميزة بشعارات كبيرة حاضرة من أجل الناموس والانتصار. ولكن نتابع البداية، نعود مع الصدارة، الهدة تنهد على الصدارة وتنطلق بشعار عبد الله بن سعيد بصلعة على المقدمة وعلى صدارة الشوط، تحتل الصدارة، تحتل المركز الأول، تتربع على عرش الصدارة. نتابع المركز الثاني، اسم جديد بدأ يتدخل هنا في دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس، الذئب
قريب لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث الكايدة بشعار ممثل معذر حمد بن غالب السلطان الهديفي يشارك بانطلاقته يتسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني، بينما المركز الرابع شعار بن نورة حاضر ومتواجد بالمنافسة يتقدم مع الوارية سالم بن سعيد بن نورة المري يتقدم بهذه المشاركة المميزة على المركز الرابع. المركز الخامس شعار العيدة حاضر ومتواجد مع ند علي بن ناصر بن سعيد العيدة يتقدم بالمشاركة والمنافس المميزة حاضر في هذا التحدي يشارك مع ند، ولكن من غيرت واحتلت المركز الخامس. هنا دوشة لحمد بن محمد بن نايفة يتقدم بالمشاركة والتحدية الجميلة باندفاعة دوشة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى، خمس أسماء والشعارات مميزة حاضرة في هذا التحدي تنطلق في موقع واحد، ينطلقن في هذه المسارات المميزة باندفاعة الأصايل نحو الناموس والانتصار، ولكن أرى شعارات كبيرة أيضا تشارك وتتواجد في هذا التحدي متواجدة باندفاعة وانطلاقة هذا الشوط طامعة بانتزاع الناموس الشوط الرئيسي للعمانيات الثنايا. 4 كيلومترات متبقية لحسم أمور هذا الشوط، والأصايل تتنافس في موقع واحد بمسار وبتحدية جميلة، الكل حاضر بالشغف وإثارة المنافسة المميزة في هذا العالم الساحر. ولكن البداية مع الهدة التي ما زالت تنطلق في القيادة والريادة وتسير بخطى ثابتة نحو الانتصار ونحو الناموس، بينما المركز الثاني الكايدة، المركز الثالث أتابع الذيبة، المركز الرابع دوشة، ولكن الوارية هي من تحت المركز الرابع. المركز الخامس ند، خمسة أسماء مميزة والشعارات كبيرة حاضرة دائما بالمنافسة تتواجد في تألق وإبداع وإمتاع للمشاهدين في هذا العالم الساحر. نتابع المنافسة، نتابع الأعداد الكبيرة التي تشارك في هذه التحديات المميزة على أرضية ميدان الشحانية، ولكن البداية بصلعة ما زال ينطلق مع القيادة والريادة، والهدة هي القائدة لزمام الأمور تنطلق مع الصدارة تحافظ على المركز الأول باندفاعتها المميزة وبمشاركتها الجميلة. الهدة لعبد الله بن سعيد بصلعة على الصدارة، الوارية مع بن نورة على المركز الثاني باحث وطامع بانتزاع الناموس. طلال بن نورة الذي يتابع هذا الشعار يقدم لنا الوارية التي تنطلق في هذا التحدي التي تسير باحثة عن ناموس وشوط رئيس آخر في هذا التحدي الكبير مع الوارية لسالم بن سعيد بن نورة المري، بينما المركز الثالث بدأت تتدخل هنا دوشة بشعار بن نايفة، ولكن الكايدة تتسلل إلى المركز الثالث بشعار حمد بن غالب السلطان الهديفي على المركز الثالث. المركز الرابع هنا دوشة تشارك بشعار حمد بن محمد بن نايفة الهاجري على المركز الرابع، والمركز الخامس تتقدم بهذه الانطلاقة الذيبة لهزاع بن عجلان الهاجري بانطلاقتها، ولكن شعار العيدة ند هنا تتسلل إلى المركز الخامس باحثة وطامعة بانتزاع ناموس هذا الشوط بشعار علي بن ناصر بن سعيد العيدة يشارك بانطلاقة ند التي تسللت من المركز الخامس إلى الرابع إلى في هذا التحدي الكبير تتواجد في موقع التحدي والمنافسة والمشاركات المميزة. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي تسيطر على دالة النداء والإذاعة وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة بشعارات مميزة تندفع من أجل التحديات الكبرى في مسار واندفاعة الناموس، ولكن بصلعة ما زال مع القيادة.
القيادة يمهد الطريق نحو انجزاء ناموس الشوط الرئيسي. ينطلق مع الهدة التي ما زالت تنهد على الصدارة وتنفرد في مقدمة هذا الشوط، ولكن وارية بن نورة تنطلق وتتوارى بانطلاقتها المميزة الوارية بشعار عبد الله بن سعيد بن نورة المري، وسالم بن سعيد بن نورة المري على المركز الأول مباشرة، تتسلل بانطلاقة مميزة باندفاعة جميلة بمشاركة وبتحديات بانطلاقتها المميزة. أرى الشعارات بدأت تقترب هنا عندما وصلنا إلى المنعطف الأخير نحو الانتصار ونحو الناموس، ولكن نتابع المركز الثاني. هنا تشارك ند لعلي بن ناصر بن سعيد العيدة على المركز الثاني. المركز الثالث الهدى لعبد الله بن سعيد بصلعة على المركز الثالث. المركز الرابع أول نداء للشاهينية سالم بن جابر الحنزاب يتقدم بالمشاركة، ودوشة على المركز الخامس بشعار حمد بن محمد بن نايفة الهاجري. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الشعارات الحاضرة والمتواجدة في هذا التحدي. أرى الشعارات بدأت تصل إلى موقع التحدي والمنافسة. شعار صيد الرموز، شعار الشرس، شعار اللورد، شعارات الحاضرة، شعار بن جهيم، شعار بن جبران، شعار الشنجل، شعار الدبيشي، حاضرين ومتواجدين من أجل المنافسة، غادمين في مسار واندفاعة الناموس. ولكن ارصد لي يا مخرجنا هذا التسلل وهذا القدوم المميز مع سراب أو مع الضبية. الضبية هنا تنطلق بأول نداء بمشاركة وبتحديات كبيرة لمنصور بن محمد آل سيف الخيارين، يتقدم بهذا التحدي مع سرابة التي تسربت إلى الصدارة، بينما هنا الشاهينية لسالم بن جابر الحنزاب يتقدم مع الكيلو متر الأخير والخطير. الحنزاب الخيارين أهالي الكويت غادمين وحاضرين مع سمحة حمد بن علي بن راشد بن جهيم، ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع بن نورة ينطلق مع الوارية سالم بن سعيد بن نورة. المركز الخامس ند لعلي بن ناصر العيدة. الله 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 الله، معركة الأصايل العمانيات في هذا التحدي الكبير في هذا المسار المميز مع انطلاقة سرابة على الصدارة. تسللت وانطلقت ماحثة وطامعة بانتزاع الناموس والشوط الرئيسي مع منصور بن محمد آل سيف الخيارين، ينطلق في مسار واندفاعة سرابة نحو الناموس والانتصار. ولكن هنا الحنزاب مع الشاهينية وبن جهيم مع انطلاقة سمحة والعيدة مع انطلاقة وتحديات ند والوارية مع بن نورة، ولكن صيد الرموز ينطلق مع سرابة تتسرب إلى الصدارة وتنطلق في هذا التحدي وبهذا المسار المميز والجميل. منصور بن محمد بن منصور الخيارين مع اللحظات الأخيرة والخطيرة ينطلق مع سرابة التي تسير بخطى ثابتة نحو الناموس والانتصار. وتهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور الخيارين على هذا الفوز والانتصار الصباحي المميز في انطلاقة سرابة المحققة لناموس هذا الشوط. تهانينا لصايد الرموز منصور بن محمد بن منصور الخيارين. المركز الثاني وصلت الشايقة لسعيد بن بطي الزعبي. المركز الثالث الدوحة لسعيد بن بطي الزعبي أيضا. المركز الرابع وهيلة لمحمد بن ناصر الشنجل. المركز الخامس سمحة لحمد بن علي بن راشد بن جهيم. هكذا مشاهدي الكرام المنافسة والتحدي في معركة شوط الرئيسي للعمانيات، فكان صائد الرموز حاضرا ومتواجدا وصائدا للشوط الرئيسي للعمانيات. 13 دقيقة 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور الخيارين على فوز سرابة وتحقيق هذا الإنجاز. المركز الثاني الشايقة فاجأتنا مع الأمتار الأخيرة. 13 دقيقة 5 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعيد بن بطي الزعبي على فوز الشايقة في المركز الثاني. المركز الثالث الدوحة 13 دقيقة 6 ثواني 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لسعيد بن بطي الزعبي من فاز في المركز الثاني والثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.